إذا لابد ننبه الناس ألا يعلقوا أشياء لا يتعلق إلا بالله، لا يحفظ لنا هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. Demek biz adamlarga eskertişimiz kerek deyip, bu dersler deyilgen bol boyut, bu dersler turam istep, biz adamların cürektörü biriyle Allah bine baylanış kerek. طيب. Cana bu derslerden, cana aytkan zamanlıklardan biriyle Allah ile saktaydı. Nahnu arafna an hazihi l-ashya, ta'liq hazihi l-ashya, imma şirk akbar au şirk asgar. Cana biz aytık, bu derslerde ilip koyu, ce bu çok şirk olup kalışı mümkün, ce kişine şirk olup kalışı mümkün. Hada ta'liq, lakin hada sahib al-bayt, sahib al-seyyara, hada al-hukum alayh. عند العلماء نحن نحذر ونقول انتبه هذا الشرك. بوليما من يدوا يتق بول دين وشو يلجن بوين شا يوكم دايت بتشتا وس عليهم خايس بير عدم بالان شا عدم وشو نرسل يوزنا يلجن بوسو يوين يوزا بيراش كذا خا يل قيقم بوسو عال دوش يوز عدم ترالو يوكم شعر بو بزني شا مستد بول عالن دار نشي مفهوم شنتو يعني لا تأي واحد تقول أنت مشرك لا مثلا هيك بيروغا وارتوب تيجي نه سين مشرك سند وايت بايز شو بيزن مقصاتوس جد كيرو شندرو لا حذر الناس علموا الناس ادم دارد يرد كله ادم دارد يسكرت له طيب عندنا بعض الناس هدانا الله اياه يضع في السيارة او عند باب المنزل قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس غير ادم دار بار آية الكرسي غير ادم دار بار مثلا özünün şu eşiğinin altına Mesela kul kulağı vakat sürüyorsun önce kul avuzu bırak bil falak diye kul avuzu bırak bil nas diye ayetin kursi uçlarda ve eşinin aldığına eşinin üstüne cazı koyuyor şu nesle. Av yada mushaf fi seyyara. Ya olsa maş nesline Kur'an, Kur'an kitabını koyup koyuyor. Sagir hakada ahmar fi ulba av şey. Bir bunda bir özüçe bir kutuç adamında bir bir kızıl bir şuna bir kutuç adam. Ma hukum hada. Uçlardan hükmü kandı. Avvalen يعني هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بريشدين بول نرسيني بزجة بيعمر صلى الله عليه وسلم بزجة تيو سلام. والسلف منهم ابن مسعود كان يكره هذا والكراهية عند السلف هي التحريم. تنا بيزدين وشو الله قصدكم مسلمان دار السلف تار دين الله بول نرسيني خيتر غن. مثال الله دين الله استاذ ابن مسعود. تنا الله دين خيتر غن وانه دين جاكتر بغن دين ما نسي الله دين عرام دب تيسي سبتشكن عرام دب تيو سلام. وفيها فتح باب شرع على الناس كيف يعني من رأى هذا هذا يضع آيات وكذا يقول طيب كل شيء يصح أن نوضعه أيضا. دميك بول نرسى داغ جمان تقطع من نسور وشو جمان نيجي نشط أنت كنا عال وشو يوزن وشو نرسى يلب قوام وصو جاز قوام وصو باش كبر يقول تا دميك باش كان نرسى ده يلب باش تايت. وفيه امتهان للقرآن. تنو شو ندله بول قرآن قال قوم قنده ورمات صدق. يعني الآن لو يضع هنا مثلا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق في عنق الولد الولد هذا يدخل الحمام بهذا أو يأتي مثلا شيء من بول الغلام. جوسا مثال أدم استزر موينا يلو عالد شو جازل قن دسنا آيات تر مثال فلق سورة جزية مثلا إخلاص سورة يلو عالد داغه أنا نال منين بير عجات قنا غير بيتش ممكن جوسا مثال جاش بلا غير كويسو جوسا وشو منين بير قنده بير بلاس تري قارب قنش ممكن. إذا ما نعلق شيء. تمك بس إيش نرسن يلبيوس؟ لا من القرآن ولا من غير القرآن. قرآن نم بلوج يا قرآن دنا مسبي. وقلنا لا يعلق من القرآن لأسباب أربعة. لا يعلق القرآن ولا نضع القرآن لأسباب أربعة. جنا عيتق إمنا بس قرآن ده يلجن بولبوت. بقى إمنا ترت سببتن. لدخولها تحت يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم. بريش ده نانكين بول نرسن بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزجة تيوس عالد. كراهية السلف من ابن مسعود والكراهة رضي الله عنه والكراهة عندهم التحريم. جنا بزن سلف ترى الله أرسل ابن مسعود الله بزجة منو تيوس عالد. أما ما ينسى عرام ده بليشكن. فتح باب شر على الناس. جنا عدم دارو تشون جمال دكتور نيشكن أشو. امتهان للقرآن. جنا قرآن غلق نور ما تصدق.